لحالي. يا مو يسرع على الارض، تفوتوا انت وياها لجوا احسن ما صار بالدنيا فواني. شو في خير؟ شفتكم بمعتز من اخدينو؟ لوين يعني على وين تخذتوا على التحقيق؟ وليه تاخذوا لبصاص الليالي؟ لكن انت على كيفك وكيفهم؟ هيك اخذوا معتز. ايه والله يا سيد مقبول. بسيطة يا بحاتم بسيطة. هلا بحكي لك مع المفوضية وبشوف لك شو الحكاية. يعني ليش معتز دونا عن كل الناس؟ الشاب عريس لساته بس مشان يهرو اهر. بسيطة بسيطة. جاية شوي. غريبة ما حدا مرت. والعمل سيد مأمون. اسمعي يا ابو حاتم، انا رح اروح شوف الحكاية بنفسي، وشيت انه استنى التليفون ما رح تجيب نتيجة. استنى لغير وعي وجايك. ان شاء الله ما بنحرم منك، الله يخلينا اياك. شو هالسلم يا هاد؟ والله رح يخرب كهاناتي. هواد بحسه قبض هاي وصاحب لهفة. مثل الزعيم ابو صالح الله يرحمه. خايف عليه يا مرت عمي. كاد يضربوه او يخفوه من على وش الدنيا. عود الشر عنه، لا تفاولي عليه. يا ابو هذا عصام. فوت يا مو فوت. يلا يلا. شو يا مو؟ اجى لعندي عمياب فارس خبرني انه معتز اخذوه، مزبوط هالحكي؟ ايه والله يا ابني مزبوط. طيب ليش اخذوه؟ والله ما بعرف. يعني ما فهمتي منه شيء؟ سمعت عم يقولوا تحقيق ما تحقيق. لك تحقيق شو؟ شو بعرفني بك ابني؟ لا حول ولا قوة الا بالله، لا تخاف يا امي، هلا بروح بجتمع مع رجال الحارة، بلكي بنقدر نعمل شيء. الله يرضى عليك. يا ربي دخيل، نخلص من مصيبة، تجينا مصيبة، لا حول ولا قوة الا بالله. نعم يا جماعة، الدرك أخذوا معتز مشان قصة أم جوزيف. شلون خالي؟ اشرح لي اياها. أنا بشرح لك اياها. الدرك عرفوا إنه أم جوزيف كانت مخبية أبو أحمد عندها، مظبوط؟ مظبوط. معناها الدرك عرفوا إنه كل رجال الحارة طلعوا بدفن أبو أحمد. بري عليك عصام، أنت عم تحكي صح 100%. مشان هيك أخذوا معتز لحتى يحققوا معه، الله يستر. الدرك عرفانين إنه ما رح يقدروا ياخذوا كل رجال الحارة وشبابها. مشان هيك اخذوا معتز مشان يلووا دراعنا ويسيطروا على الحاره. اذا عم يفكروا هيك بيكونوا غلطانين. معتز ابضاي ما راح ياخذوا منه لا حق ولا باطي. دخيلك يا رب دخيلك. والله انا تعبت وما عاد فيني اضحك، والله تعبت. مرت عمي؟ ها اجا معتز. اجا يا بنتي ما اجا. طيب مرت عمي، عصام ما رد لك خبر؟ ولا عصام بيّر. الله أكبر والعزة لله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد. تعي نتوضى ونصلي. تعي ابو الفوارس نايم. ابو الفوارس اهلين. حكيت الف حمد لله على السلامة. ان شاء الله الله يسلمك يا رب. تسلم لي يا رب. كيفك يا فارس؟ اهلين مأمون بيك. وين الجماعة؟ ناطرينكم بالمضافة. طمني طمني خي معتز، ان شاء الله هنيك ما حدا حكى معك شيء. لا ناكتي ناكتي. الحمد لله الحمد لله. شو شايفك بردان بالصيفية؟ لا بسلامة فهمك يا مأمون بيك، هادي بطبخ علي الشاي. لك شو رأيكم هيك بشي كاسة شاي اكرك عجاو؟ حضر لنا ياها، خمرها منيح يا فارس. عراسي خوش بحبها شباب، لون العقي. لك تسلم لي يا عقي. مع السلامة. فارس يستر عبدك لا تقضيها نوم. ايه ولا يهمك، لا توصي حريص علي العقيد. ايش وضعك اللي علينا مأمون بيك؟ بحظي بتنزل المشنو من عحب المشنة.
نايمة هون يا عرق عيني يا بنت. يا بنت يا ابن عمي الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا رب. ماني مصدق عيوني اللي شايفتها. لا صدقي ما فيها شيء ما فيها شيء. معتز كمان انت فايقة يا مون سيدي. وحياة اللي خلقها الصباح الحلو دعيت لك بصلاتي والحمد لله رب استجب لي. الله يخلي لي اياك يا مون. الله يرضى عليك تقبل. يبعت لهم قتلهم شو كان بدهم منك؟ ما في شيء يا مو. سألوني على ابو احمد وام جوزيف. واكيد انت ما حكيت. انو اعوذ بالله يا مو. ايش كان انت حكيتي كل أنا بحياتي ما كذبت عليك وربنا شاهد علي. الكلام اللي سمعتيه مبارح من اللي إجا وزارني عندي بالبيت وصحيح ابنه جوزك بحياته ما راح على الأردن ولا كان له علاقة مع الإنجليز. جوز الكلام اللي قاله مبارح هذا الرجال في غلط أو تشابه أسماء. وأنا قلبي قايل لي أن جوزك عايش بإذن الله. ربي ما بيخيب إحساسي. شو يا أبي شريفة عم تسمعيني؟ لا ابن عمي بدي سلامتك. خاطركم الله معك مع السلامه.